اليوم هذا يوم مبارك في شوفة الويوه الطيبة. أبشركم الأمور طيبة، الوضع الصحي في دولة الإمارات طيب. أريد أؤكد عليكم كلكم أن ترى حياتنا لازم ترجع بشكلها الطبيعي. يمكن عاداتنا تتغير شوي، نعدلها ونغير فيها بعض الأمور، مثل شغلنا أو دراسة عيالنا أو سواء حياتنا الخاصة اللي نطلع ونرد ونشوف الناس والناس تشوفنا. نحمد الله ونشكره على كل حال، على كل حال، ونحمد الله ونشكره على أن نحن ظهرنا من هذه الأزمة بخير وعز وأمان وصحة وتجارب دفعنا ضريبتها، لكن تعلمنا كثير. لك الحمد والشكر، والحمد لله على شوفكم.